حضور شعبي بآلاف الأشخاص ومئات السيارات الفارهة شكلت عرساً أسطورياً بدأ بدمعة أم. قصتنا تعود إلى عرس الشاب الجزائري سفيان عقاقنة في مدينة خنشلة، حيث خرجت والدته لتضع له الحنة على يديه، لكنها تفاجأت أن المكان شبه فارغ من الحضور ولم يجد أحداً يشاركه فرحته. وهنا غلبتها الدموع لحال ابنها يوم عرسه كونه من عائلة فقيرة، لكنها لم تدري أن هذه الدموع الطيبة كانت كفيلة بإغلاق طرق رئيسية في المدينة. ففور انتشار مقطع حزنه على مواقع التواصل حتى هب الناس من كل حدب وصوب بلحظة واحدة، أكثر من 3000 شخص وأكثر من 400 سيارة فخيرة أحاطت بالشاب سفيان وهو لا يعلم أحدا منهم سوى أنهم شاركوا فرحته. عرس أسطوري من قلوب خيرة كان كفيلا بجبر خواطر هذه الدموع.